اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. يعني في هذه الحلقه ربما سنعود الى الحديث بعد ان تحدثنا في الاسبوع الماضي بحلقتين عن مقتضى الصدر. سنعود في هذه الحلقه الحديث عن مقتضى الصدر ايضا، يعني ربما تصرفات وحديث تجبرنا على العوده الحديث عن هذا الرجل، هذا الرجل الغريب عجيب اللي يشكل ظاهرة سلبية كبيرة في حياة العراقيين وفي تاريخ العراق. وخلال بداية هذا الأسبوع ونهاية الأسبوع الماضي حصلت، تحدثنا في حلقات سابقة، حوادث اقترنت بالميليشيات. الحادثة الأولى الاغتيال، اغتالت الميليشيات مجموعة من أهالي منطقة من مناطق محافظة صلاح الدين، من الشعر عصائب أهل الحق مثل ما يسمون عصائب أهل الباطل. والحادث الآخر اللي كان قبله اللي هو إحراق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد. الحادثتين ربما جبنهم مقتضى الصدر وبدأ يتحدث، نشر تغريدة مطولة بنقاط عديدة. الغريب في هذه وليس غريبا، يعني اعذروني أنا قلت غريب، ليس غريبا، لكن هذا واقع الحال بالنسبة لمقتدى وهذه رؤيته. يساوي فيها بين الظالم والمظلوم، يساوي فيها بين القاتل والقتيل، يساوي بين الحكومة والميليشيات وبين الشعب المظلوم والملكوم المنكوب بهذه القوى، بالحكومة وقواها والعملية السياسية. يتحدث هو مثل ما يعني في هذه التغريدة، في كتاباته هذه، ما أعرف هذه النصائح اللي يقدمها مجانياً، لا أعرف لماذا هو يعتقد نفسه مفكر وصاحب رؤية، لا أعرف. يتحدث عن الساسة، يقول إن الساسة يتقاتلون، الأحزاب تتقاتل، الشعب يتقاتل. سأقف عند الشعب يتقاتل، الساسة يتقاتلون، الأحزاب يتقاتلون، هذا مفهوم، لأن العملية السياسية اللي دخلتوها مصممة على هذا الشكل، مصممة على المشاكسة، مصممة على القتال، ومصممة على التنافس بينكم من أجل المكاسب، ومبنية على الطائفية والإثنية والتقاسمات والمحاصصات، وهذه حصتي وهذه حصة الآخر، والكل يقوي نفسه والكل يحاول أن يدفع الطرف الآخر إلى مسافة أبعد ويأخذ ما تحت يده. هذه العملية 17 سنة للعراق يراقبون هذا الحال. فالتقاتل والسباب والخراب فيما بين الساسة في العراق ما يسمى بالساسة والأحزاب هذا أمر طبيعي، لكن الشعب يتقاتل. يعني لماذا يتقاتل الشعب؟ الشعب دائما، شعب العراق شعب طيب وشعب جميل ومتصالح مع نفسه ومتصالح مع ذاته، وليس هناك فرق، ولم يفكر بطائفية ولا بإثنية، والكل كانوا يعني متعاونين متخاوين في السراء والضراء، شيعة وسنة وكردا وعربا وتركمانا ومسيحيين وإسلام وصابئة وكل الأديان وكل القوميات. لم يكن هناك في العراق فرق، مجلس العزاء السني يقف معه الشيعي، ومجلس العزاء الشيعي يقف معه السني، والفرح السني يقف يهلل فيه الشيعي، وهكذا، والسني نفس الشيء، والكردي والعربي، ولا وليس هناك فارق، وليس هناك من يفكر بهذا الاتجاه. لكن مجيء هذه الأحزاب وهذه القوى، أنت منهم من أشاع كل هذا وجعلها هناك فرقة، وحاولتم أن تفرقوا الشعب بالطائفية والفكر الطائفي والتمزيقات والميليشيات والخراب. هذه الحقيقة الأولى. قال ومدعو الإصلاح أيضا يتقاتلون، طبعا يقصد المتظاهرين يعني ثوار تشرين. مدعو الإصلاح يتقاتلون، لماذا لا يتقاتلون هؤلاء؟ أنتم تقتلونهم لكنهم لا يتقاتلون. هؤلاء يحاولون أن يستردوا العراق منكم، لكن تقتلوهم بميليشياتكم ومسدساتكم وبتصريحاتكم وبتهديداتكم الكثيرة، وآخر تغريداتك التي يعني أطلقتها وتهديداتك، إن لم توافقوا عليها فلن تستطيعوا التظاهر. هذا أي بلد وأي ديمقراطية وأي حكومة موجودة ومن أنت؟
يعني لو كانت هناك حكومة لاعتقلتك و يعني لاستدعتك إلى القضاء، ولو كان هناك قضاء حقيقي لاستدعتك إلى القضاء، لماذا تتكلم على الناس بهذه الطريقة؟ من أنت؟ أنت تمثل طبقة سياسية، إذا عليك أن تلتزم بالإطار السياسي الذي التزمت به، ونوابك بالبرلمان يتحدثون بهذه الطريقة، وهناك من يناقشهم. هذا الأسلوب الديمقراطي اللي تتحدثون عنه، اللي تقولون هو هذا اللي في العراق، وهذا غير موجود الحقيقة. تحدث عن أنه أهل الدين يتقاتلون، من هم أهل الدين الذين تدعين؟ يعني هل ترى أن كل واحد لابس حمامة منكم من 17 سنة لحد الآن هم أهل دين؟ هؤلاء الذين فرقوا الناس وخربوا عقول الناس وضمائرهم، ويتحدثون بطائفية، ويتخذون من العباءة وسيلة لتنفيذ سرقاتهم وخرابهم ودمارهم، هؤلاء رجال دين؟ ليس للدين، يعني ليس للدين علاقة بهذه القضية. وقالها الشعب باسم الدين، باقون الحرامية. فباسم الدين لا تسمي الأشياء بغير تسمياتها. يتقاتلون، يخدعون الناس بهذه الملابس، وهذه كذبة. الناس تعرف الدين، وتعرف حدود الله، وتعرف الخطوط الحمراء، وتعرف من مؤمن بالله ومؤمن بدينه، ومن هو خارج عن الملة وخارج عن الدين والإسلام. هذه يعرفونها. ثم يقول الـ يعني المدنية يتقاتلون وهكذا. طيب، من المسؤول عن كل ذلك؟ إذا كنا يعني غضينا البصر عن كل هذا، وأنت ما تقوله صحيح، طيب من المسؤول عن كل هذا؟ لماذا يحصل؟ ولماذا حصل؟ ومن هو المسؤول؟ أليس كل الحكومات وكل الأحزاب التي حكمت العراق من 2003 لحد الآن هي المسؤولة؟ وأنت منهم، ألم تقل أنه لم تشكل حكومة، لم تجري انتخابات إلا وكنا نحن طرفا بها، وإحنا الأساس فيها؟ إذن أنت جزء من هذا الخراب، جزء من هذا الدمار، من هذا الفساد والخراب والدمار اللي مزق الناس ووصلهم إلى هذه الحالة. فأنت تنتقد وضعا أنت جزء منه، وأنت مساعد على وجوده، وأنت كنت داعما لأن يصل إلى هذا الحال. فالآن تريد أن تبرئ نفسك من هذا الوضع الذي أنشأتموه وصنعتموه بقوة السلاح والميليشيات والضغط والخراب والدمار والسرقات. هذه يعني أنت جزء مسؤول، يعني لا يحق لك، وأنت مسؤول عما جزء من مسؤوليتك هذا الذي يحصل في العراق أن تنتقده بهذه الطريقة. إما أن تتبرأ منه وتخرج إلى الشعب وتكون جزء منه، ولا تهدد الشعب إذا ما تظاهر، ولا تحدد لهم ساحات التظاهر ووقت التظاهر وكيف يتظاهر وماذا يقولوا. والإصلاح، وهذه قضية الإصلاح تتركها جانبا، وبعد ذلك تنتمي إلى الشعب وتتبرأ وتعترف بكل ما فعلته. عند ذلك تكون ما تراه في نفسك. وبعد ذلك طبعا يشكو إلى الله في هذه التغريدة: عراقا أسير الشهوات والنزوات والفساد والجهل وتحكم الصبيان. طيب، من وصل العراق إلى أن يكون أسير الشهوات والنزوات والفساد والجهل والصبيان؟ من؟ وماذا تسمي هذه الصبيان التي تتحدثون بها؟ ماذا تسمي هاي ميليشياتك عندما تتصرف ضد المتظاهرين والشارع؟ ماذا تسمي هذا؟ الله جل جلاله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فأمر الله جل وعلا نافذ يا مقتدى. تريد تغيير الناس، غير ما بنفسك أنت أولا. أنت المطلوب أن تتغير، تتغير وتكون مع الشعب، لا أن تطالب الشعب بالتغير. كيف يتغير الشعب وهو ينادي بوطنه، وهو يعرف الحقيقة ويعرف من المسؤول عن كل هذا الخراب، وأنت تعرف من المسؤول عن هذا الخراب؟ وبالنهاية أقول لك وأقول لكل أرباب العملية السياسية: قد تستطيعون أن تخدعوا بعض الناس لبعض الوقت، مثل ما قالها يعني البعض قديما، قد تستطيعون يعني أن تخدعوا بعض الناس لبعض الوقت، لكنكم لن تستطيعوا أن تخدعوا الناس كل الوقت. هذه هي الحقيقة، تذكرها جيدا. أشكركم أعزائي المشاهدين، وقت هذه الحلقة قد انتهى، ألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله.